السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار غادي نتحدثوا على واحد الموضوع اللي غالبية المربين ديال الأرانب كيبحثوا عليه، وهو الأرانب ها هما عندك وولدوك تبارك الله، كيفاش غادي تتعامل معاهم في الأكل؟ الأكل كله كاين جوج أنواع، كاين اللي ناشف وكاين اللي طري. الأغلبية ديال الاكل اللي طري كيضر الارانب، من الاحسن تبقاو تعطيوهم بحال هكا هاد الفصة وهي يابسة، ممكن كتشوفوا معايا فصة وهي يابسة، ولكن حنا عطيناهم الفصة وعطيناهم السيكارين، ولكن كيبقى لواحد المواد ما يمكنش حنا نعطيوهم لهم بحال الانسان. الانسان حتى هو كيخصو فيتامين، نقدروا ناكلوا مثلا على طول العام ناكلو الليمون هو فيتامين سي، نقدروا ناكلو بزاف ديال الماكله اللي هي عباره عن فيتامينات. هاد النهار غادي نقدم لكم واحد المعلومه اللي هي لي فيتامين اللي كيتباعوا على هذا الشكل، هما غبره كما اللي تبعتوا معايا. كاين انا نوضح لكم الكتبه باش غادي تشوفوا شحال من فيتامين كاين. فيتامين ا E, D3, K3, C, B2, B12, هي بيوتين، أسيد فوليك. المهم هاد الشاصية كلها كدير 20 درهم، كما لاحظتوا معايا هي عبارة عن غبرة، هي غبرة صفراء صفراء، كدير معلقة واحدة كديرها مع يطرو ديال الماء، هي كتعطي واحد اللون اصفر. الا لاحظتوا معايا هنايا هي هاد الطاسه فيها واحد اللون ديال الماء اصفر، واخا ديروا الماء بزاف وتزيدوا عليه هذاك الكميه ديال الاخر، هما شحال ما درتي الكميه، المهم انهم خصهم يشربوا منه. هاد الفيتامين كونوا متاكدين انهم غادي يساعدوهم بزاف وغادي تحسوا بالفرق، لان الماكله ماشي هي الكافيه، خاص دير الدواء في الاول على حسب كما شرحنا في فيديو واحد اخرين، الدواء على حسب المعده، وكاين عاوتاني الاخر الطريقه ديال الاكل، ما تعطيهمش الاخضر بزاف وما تعطيهمش الفازق بزاف، احسن كله الماكله ديالهم تكون ناشفه، ومن بعد عاد تعطيهم لي فيتامين راه ضروري من لابد. الطريقه كيفاش غنعطيهم لي فيتامين، كاين 4 ايام يعني متتاليه، وتسناو واحد 10 ايام ما تعطيهم والو، وتعطيهم عاوتاني 4 ايام وكذا ذلك. 4 ايام تبقاو تبدلوا لهم داك الماء، واخا يكون باقي الغد ليه بدلوا ديك الماء وعطيهم 4 ايام متتاليه، وتسناو 10 ايام ما تعطيهمش، وعاود عطيهم 4 ايام. وهاد الشاصيه راه فيها بزاف كدير 20 درهم، كونوا متاكدين ان غادي تحسوا بالفرق مع القنينات ديالكم مع الارانب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ساندونا، تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد، وتكيو اعجاب باش تساندونا. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.